صباح الخير عليكم، والليلة بنقدم لكم حاجة جديدة بالنسبة للغاعات والصالات الكبيرة. بوكيه بتاع زهور متنقل بحجم مثالي يتناسب، والغاعات لأنه عادة الناس بيشتغلوا بوكيهات يعني بتكون حجم البوكيه صغير مع حجم الصالة يعني بيختفي، فممكن اثنين ثلاثة في أماكن مختلفة في من الصالة، بالذات للغاعات الكبيرة يعني حجم البوكيه يتناسب مع الحاجة ومع الضيوف ومع كده، يكون مرئي بكل الاتجاهات والناس تشوفه من عدة أبعاد يعني. وإن شاء الله الليلة نقدر نقدم لكم البوكيه ده وتستفيدوا منه وتستفيدوا من الحاجة المدخلات الفوقه أو المكملات، الناس تستفيد منها من أي حاجة حواليها وتعمل حاجة جميلة، وإن شاء الله تكون معلومة مفيدة بالنسبة لكم. طيب زي ما قلنا شكل الفازة كبير وبتحتاج لحاجة يعني مساعدة بالنسبة لها. عندنا الورق ده، الورق اللي بيتعمل به حلاوة المولد أو بيتلف به الزهور، وده ورق مطابع يعني ممكن يتكرفس ويرجع زي ما كان، ممكن نشكل منه وردة، ممكن نعمل منه أي حاجة. طيب احنا الليلة هسي هنقوم نغلفه، يعني دي الورقة شكلها كده كبيرة، نقوم نجمعها من الجزء التحت ده لو دايرنا ندورها، بنعمل لها زي بنلويها كده بحسب الحاجة اللي احنا عاوزينها نعملها بها. ده ميزته انه ورق مطابع وبيشتغل معانا في عدة استخدامات. طيب احنا هسه الليلة عاوزين نعمله للفازة او للمزهرية، اذا كانت مثلا شكلها كبير او كده عاوزين نغير لونها نشتغل لها حاجة زي كده. عملنا الفازة بتاعتنا فكرناها بالشكل الدايرينو، بعد كده نربطها عشان ما تتفك لنا، بنربطها بشريط او شريطين حسب الحاجة اللي احنا عاوزينها نعملها فوقها. بدينا شكل جمالي، ده ممكن نفتحه اذا حبينا نفتحه باي شكل، مطابع جدا الورق وبيدي ابعاد مشتته. طيب بالنسبه للزهور الجانبيه بندخل اول حاجه زي ما قلنا بنبدا بالطويل على اساس نشوف شكلنا بتاع الفازه هيكون شكله شنو. عندنا المكملات الجانبية أو الخلفية بتاعت البوكيه بتاعنا، وكل الحاجات دي ممكن تدي أطوال مختلفة بحيث إنه تكون في النهاية تديك شكل أمامي وشكل خلفي. دي هسي دائرية يعني من كل الاتجاهات تكون مرئية، دي لأنه الغاعة كبيرة والناس بيكونوا فيها كتار، أي محل مزدحم لازم انت تعمل الحياة تكون ظاهرة وشكلها مرئي من كل الاتجاهات. عندنا الأصفر اللي هو نبات جميل اسمه السلدافو، ده برضو متوفر والناس ممكن تزرع منه في أي مكان، بيقوم ما عنده مشكلة مع أي تربة، وفي نفس الوقت بيعمل خلف يعني نظامه بالخلف، بيطلع خلف بالجنبات، والخلفة اللي بتطلع ممكن تشال تتعمل في بوكيه في مساحة تانية تديك شغل جانبي. ده كده البوكيه بتاعنا بقى جاهز، طالما عملنا هنا بنفسجي عملنا اصفر نقوم نعمل بالشريط الذهبي ونعمل فيونكات.
دي كده بازتنا بقت مرئية من كل الاتجاهات. وبنقوم بعد كده نديها بخاخ لنظارة النبات عشان ما يزبل لنا النبات ويكون في حالة بتاعت فريش. ودي الحاجات دي متوفرة يعني عندنا موجودة، ممكن الناس تستخدمها في عدة استخدامات، يعني للنظافة بتاعت الزجاج، لحاجات جانبية تدي لنا النبات ندى، وفي نفس الوقت بيكون شكل البوكيك ده اكتمل وممكن يكون مرئي من كل الاتجاهات. يعني للصالة الزول ممكن يكون في عدة جوانب شايف البوكيه من بعيد، وحاجة جميلة. وإن شاء الله الحلقة الجاية كمان نديكم حاجة جديدة وتستفيدوا منها إن شاء الله.